أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم اليومي التفاعلي تواصل دوت كوم. مشاهدينا، في هذا العدد نطرح 4 ملفات، وقبل الذهاب إلى ما فيها من تفاصيل نطلع وإياكم على العناوين. البداية بأخبار غرق العديد من الشوارع والمنازل سواء في الموصل أو المثنى إلى جانب مناطق أخرى. ثم نتجه وإياكم إلى أحوال المشافي تحديدا في الرميثة والقادسية وسط شكاوى العديد من المواطنين لسوء الخدمات الصحية. بعدها نذهب إلى بغداد العاصمة وما يسببه أصحاب وسيلة نقل تسمى التوك توك من مضايقات لعموم المواطنين. والختام سيكون مع ما رصدته كاميرا المراقبة من مقتل شخص برصاصة طائشة وتهديدات شخص يدعي أنه مسؤول أمني. أهلا بكم. البداية مع خبر غرق العديد من شوارع الموصل بسبب الأمطار الغزيرة. الآن إلى غرق حي الطيران بمياه الأمطار، وهذا الحي موجود في مدينة الموصل. نتابع. محمد السمير مفتح اليوم بالطوفان. يا عمي ابو ذكرى اكو ماي. والله هني بيت مبارك، الرصيف مع بيت مبارك متغطي. بعده ماكو. ما زلنا في موضوع غرق العديد من المناطق بسبب الأمطار الغزيرة. سيول الأمطار القادمة من أطراف الموصل تؤدي إلى انهيار مبنى المثنى الترابي. لا نزال في ذات الموضوع ولكن أخذه من ناحية إنسانية. تذكرون قبل أيام قمنا بعرض مادة فيها مناشدة لأحد المواطنين يدعو المسؤولين لإنقاذ بيته الغارق. اليوم ابنة مواطن ناشد المسؤولين في وقت سابق من أجل إنقاذ منزله تعيد تكرار مناشدة أبيها، ولكن هذه المرة
هي من يناشد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أناشد الناس الخيرين حول أنقاض دارنا من الماء، وبخصوص مناشد السيد مهتدى الصدر. وكون فروخ بيوتكم، كم ما سويتوا هيك؟ كم طلعت البلدية من الصبح من قبشة تدور على بيوتكم، بس انت ما ترحمون الناس. هسا هم ترضونها؟ هسا الله يرضى محمد. شوف الماي هسا تريد تمشي بيتك شلون؟ هسا واحد يريد يبني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المناشدات المتكررة للمسؤولين للناس المختصين في هذا الشأن لم تستجيب الدعوة. بعد المناشدات لم يتم استجابة. أعان الله العباد. فعلى ما يبدو أن المسؤولين منشغلون بما يظنه أهم من السهر على راحة المواطنين. نحن لا نريد السهر، هكذا يقول العراقيون. نريد منكم أن تقوموا بواجباتكم، أن تكون طواقم البلديات مستعدة في مثل هذه الظروف لأن تغرق بيوت المواطنين ويتوفى العديد منهم ويصاب الكثيرون. الآن إلى موضوع آخر، أو قولوا إن أحببتم هي مأساة أخرى. نقل مريض في الرميثة بسيارة من نوع بيك أب بسبب عدم وجود سيارة إسعاف بالمحافظة. تعالوا نشاهد. هاي إسعاف ما عندنا، شوفوا الرميثة جايب المريض بالبودي. إسعاف ما عندنا، ما عندهم إسعاف. الله يطيح حظك. اي والله حكومة خايسة، إسعاف ما عندهم. شوف مريضهم بالبودي جايبينه، هاي حكومتنا الخايسة. ومن محافظة المثنى الآن نذهب وإياكم إلى القادسية. مواطن من هذه المحافظة يشكو حال المستشفى بسبب خلوه من الأطباء حينما ذهب من أجل مراجعة علاجية لإحدى بناته. نتابع. هاي مستشفى المدير فارغة، ماكو لا دكتور لا خفار ولا واحد، بس بالإسعاف هالسيجة. واليوم حرام أحرق حرق ولا لا 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 جواب البولاني ولا علي مانع، وطفلة عمرها 16 سنة راح تموت. هذا مستشفى المدير، شوفوا خاف واحد ما يشوفه، بس الزباين هنا. ويا حتى عاشين قال لك عطلة. هاي مستشفى المدير شوفوها باوع، هاي مستشفى المدير كل شو ماكو. لا عضو مجلس محلي، لا رئيس مجلس محلي، لا عضو محافظة، لا عضو برلمان ولا واحد. هاي مستشفى المدير شوفوها، طفلة عمرها 16 سنة راح تموت، ما حد لحق لها. يلا باعوا باعوا، ولا الشريف ولا الخوش انسان ولا الادمي. يلا شوفوا مستشفى البدير، تفرجوا عليه، تفرجوا باعوا باعوا. هاي مستشفى البدير اللي ما اعرف ايش قد خسروا عليها، باعوا لها. هاي مستشفى البدير شوفوا، يلا تفضل تفضل نشوف. يا احب الله البيها موجود، اكو غرفه مفتوحه، اكو طبيب خفر. يلا باعوا. هاي مستشفى البدير شوفوها، كل شيء ماكو. هاي المستشفى. أين الكادر الطبي، أو أين اختفى الكادر الطبي؟ كل شي ماكو كما يقول هذا المواطن الذي ظهرت حرقته بصوته خوفا على ابنته التي لم تجد من يقدم لها دواء ولم تجد أطباء أصلا. الآن إلى حال أسرة المرضى في مستشفى الحسين التعليمي وعودة إلى محافظة المثنى. عطر بالدينار سرير سدة اشترى خمسة عليهم يا رجل. لا والله خليك. من مستشفى فارغ إلى ذباب يتجول على أسرة المرضى ولا اهتمام بأعمال النظافة. هذا للأسف الإشكال موجود أيضا في مستشفى آخر. القاذورات تتجمع في المستشفى التعليمي أيضا بسبب انعدام أعمال النظافة. استغفر الله، يعني حتى الله هم ما يقدر يذكر اسمه هنا هم ما يرضى. هاي الحمامات مال التعليمي باع هاكي. شوف هاي الحمامات مال التعليمي. طبعا احنا عندنا مريض، الله شاهد يكرم الله.
وجينا شوف فترة ماي ما بيها. شوف شوف النظارة العالم يجي الطارة قطية شوف. كنا نتورط طبيت وربطنا بالتواليت. ترضاها يا وزير الصحة يا محافظ البصرة؟ هاي مستشفى التعليم مال البصرة. طوارئ. طوارئ مال البصرة. هذا مستشفى التعليمي مال البصرة. إذا كان وزير الصحة يقبل على أبنائه أن يتعالجوا بمثل هذه المشافي المريضة، فإن حالها ربما كان بخلاف ما نشاهد حينها سنكذب أعيننا ونظن أن هذه المستشفيات نظيفة، لكن للأسف الصورة تكذب، وأنتم تعلمون الصورة تكذب من؟ الآن شباب عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي كتبوا وقالوا يعني معذورون أبناء وذوي المراجعين في بعض المستشفيات، أقصد المراجعون، ومعذورون أيضا أبناؤهم. لماذا؟ لأن هناك من قام منهم بإحداث عراك واعتداء على أطباء بمستشفى اليرموك، وهناك من برر لهم من باب سوء الخدمة الصحية ومن باب سوء المعاملة أيضا لإدارات المستشفى. هناك من برر للمراجعين ومن معهم تصرفاتهم. تعالوا نتابع جانبا مما حدث. الآن إلى كارثة أخرى. للأسف كنا نتمنى أن ننقل خبرا طيبا، وحينما يقع في طريقنا خبر طيب لا نتورع عن نقله أمامكم، ولكنه الواقع للأسف. التوك توك كما تعلمون هو وسيلة تنقل تغزو بغداد وتحولها إلى مدينة تشبه المدن الفقيرة، ولكن ظل أن نوضح أن هذه الوسيلة أي التوك توك بدلا من أن تكون أو أن يقوم من يعني يعمل عليها بأخذها كوسيلة للاسترزاق، نجد أن بعض من يقودون مثل هذه المركبة للأسف يتخذ من أساليب الاعتداء على الناس طرق حياة، يقوم بترهيب بعض المواطنين وما من حسيب ولا رقيب. تعالوا نتابع، ومن ثم لنا متابعة فيما يتعلق بأخبار التوك توك في الشارع العراقي. مركبة التوك توك وهي الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل كثيف في بغداد هذه الأيام، قام بعض من يقود مثل هذه المركبة للأسف مؤخرا بالاعتداء على رجل مرور في بغداد. هاي بالمدينة السباعات على كوي المرور، إلى متى؟ إلى متى يبقون يجي المرور ما له احترام بالشارع؟ هاي هنا بالمدينة حتى المرور كتلو. شوف 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 المهزلة، ناس ما تستحي تعرفون المرور، شوف كل عصابات استعراض أصحاب توك توك حتى ساعات الليل المتأخرة في بغداد. تعالوا نتابع جانبا من هذا الاستعراض. نعم.
تكفي يا ولد. للأسف يعني يتساءل المواطن العراقي عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، أين رجال الأمن؟ أين المعنيون بلجم هذه الظاهرة أو أقل القليل بمتابعتها بتجنيب هؤلاء يعني شرور أنفسهم وعدم حثهم على مواجهة الجمهور ببعض الآلات الجارحة، كما يوثق مواطن بتصويره طبعا تهديد سائقي التوك توك لعدد من المرة بآلات جارحة ووصفهم أيضا بلطجية. اخوان السلام عليكم، احنا بالمدينة وهاي التوك توكات سادين الشارع وساحبين الخامات على السيارات، واعتقد ناس بلطجية يعني ما اعرف اهل المدينة. هذا الفيديو الثاني شو سالفتكم؟ تفضل منين جايين؟ تفضل تفضل تفضل. وجارين بواري مسقطين المدينة اليوم اهل التوك توكات. والحكومة لها ما يشغلها. الآن إلى كاميرا المراقبة حيث وثقت لحظة مقتل طفل في مدينة الصدر برصاصة طائشة، نتابع. هذا الطفل خطيه صغير راح تجي طلقه تايهه ما حد يعرف منين. الله حلو بعد قد حلو ما شوف ايش قد الله اخبارك تجي ما شوف ايوه الله اكبر ضربته طلقه براسه طلقه تايهه ما حد يعرف منين. هذول يرمون السفله بالاعراس اللي يرمون. قطع شارع لجنة الأولمبية في مركز البصرة لليوم الثاني وبموافقة حكومية، هذا أيضا رصدته كاميرا المراقبة. هاي اليوم عرس شارع اللجنة الأولمبية وبحماية الدولة، يعني مقطوع الشارع وحماية الدولة. ها تفضل. ومما يعكس الاهتمام الحكومي بمسألة الأمن المتابعة التحري التحقق من الشخصيات، نذهب الآن لمتابعة مقطع يوثق شخصا يدعي أنه رائد في الرد السريع من ميليشيا بدر وهو يعتدي على مواطنين. وصلنا الآن وإياكم مشاهدينا الأعزاء إلى فقرة آراءكم. عقد يوم الخميس الماضي اجتماع حكومي لبحث غلق المخيمات وإعادة النازحين لمناطقهم الأصلية، وذلك بناء على وثيقة دعوة تم تداولها قبل الاجتماع وتضمنت كل المحافظات المتضررة التي نزح سكانها، واستثنيت من الأمر محافظة بابل، ما أثار استغراب متابعين لعدم شمول جرف الصخر في هذا القرار، نسيما وأن رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي والذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الحكومة السابقة قال إن قرار عودة النازحين إلى جرف الصخر بيد طهران. نتابع الآن هذا المقطع ومن ثم نعود لقراءة بعض التعليقات. هذه الصورة طبعا أو الوثيقة عفوا هي وثيقة تعضد قيام هذا الاجتماع وانعقاده لجان دمج وغلق المخيمات والعودة، وفيه استثناء منطقة جرف الصخر كما أوضحنا لكم قبل قليل واستثناء محافظة بابل. هذا ما تقوله هذه الوثيقة الحكومية الموقعة باسم مهدي محسن.
الآن مشاهدينا الأعزاء نقرأ عليكم أبرز التعليقات التي كتبت عبر الفيسبوك لشباب عراقي وكيف تعاملوا مع هذه الوثيقة. في المنشور الأول كما يكتب: لأن جرف الصخر قرارها إيراني بحت لا عودة إليها من دون موافقة قم وطهران والملالي. كمال هنا يشير بالاسم إلى تدخل جهات إيرانية بالمشهد السياسي في العراق. إلى تعليق آخر أو منشور آخر كتبته همسة حواء تقول: وين ترجع الناس على البيوت المهدمة؟ همسة هنا تشير إلى العجز والتقصير والإهمال الحكومي بإصلاح ما أفسدته الحروب التي شاركت بها القوات الحكومية وخدمت الكثير من الأجندات التي هي بعيدة كل البعد عن العراق والعراقيين كما يقولون. إلى التعليق الجديد وفي منشور أبو حسن العراقي يكتب: ليش مستعجلين بعد وقت ناس ماتت من البرد والحر والجوع وهم مسجونين بالمخيمات وحصرا أهل السنة فقط من فرضت عليهم إجراءات تعسفية، أما غيرهم فجميعهم عادوا لديارهم ومدنهم وتم تعويضهم بل واغتصبوا بيوت وممتلكات جيرانهم سابقا. يطرح حالة واقعية هناك من يشهد بصحتها بكل أسف. إلى تعليق آخر في التعليق الجديد الرسام يكتب: واللي بيته ويلقع وين يقعد؟ سؤال برسم الإجابة: أين يذهب من لا بيت له؟ من أصبح بيته قاعا صفصفا أو أصبح ركاما ماذا يفعل؟ من له؟ إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم. عز المحمد يكتب: وين يروحون على الشارع؟ هو لا يعمر ولا شيء، عيب عليكم هذا القرار، هذا من فشلكم. إذن حالة من السقط في الشارع العراقي على ما يحدث واستثناء محافظة بابل من للأسف الميزانية التي أعدت من أجل تعويض المدنيين ولا حياة لمن تنادي للأسف. الآن نذهب إياكم إلى تويتر. يوم الشهيد العراقي، هذا هو الهاشتاج الذي نشط خلال الساعات القليلة الماضية. نقرأ عليكم 4 تغريدات ذيلت بهذا الهاشتاج، والبداية بتغريدة لبهاء أحمد يقول: بهاء، الرحمة والمغفرة لشهداء معركة القادسية الثانية وبالأخص الأسرى الذين أعدمهم نظام إيران الملالي خلافا للشرائع الدولية والقيم الإنسانية. يوم الشهيد العراقي، وهنا إشارة إلى النظام الإيراني واضحة من هذا الشاب. إلى تغريدة ثانية نذهب وإياكم، وفي التغريدة التالية نرمين تكتب: واحد ديسمبر كانون الأول هو التاريخ الذي يحاول الساسة العراقيون والعالم نسيانه في حين تنبش ذكراه أوجاع ملايين العائلات العراقية التي فقدت أبنائها في الحرب إلى هذه اللحظة. رحم الله شهداء العراقي جميعا. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه التغريدة الثانية، الآن نذهب وإياكم إلى التغريدة الثالثة. وفي التغريدة الثالثة التي كتبتها سارة نقرأ عليكم: أينما استشهدوا وكيفما استشهدوا بكل طوائفهم قومياتهم وتعدداتهم، سلام لأرض ارتوت بدمائهم الطاهرة، السلام على شهداء العراق. الآن إلى التغريدة الأخيرة. في التغريدة الأخيرة نقرأ ما كتب أحمد أغا يقول: أحمد، دافعوا عن تراب الوطن أو دافعوا بدمائهم الطاهرة بكل ألوان العراق، سطروا التاريخ بشجاعتهم، يستحقون على الأقل ألا ننسى تضحياتهم ونتوحد كما كانوا موحدين. شاهدينا كانت هذه هي التغريدات، بعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى المقاطع المصورة. طبعا مشاهدينا استمعنا في الأخبار السابقة إلى الناشط البصري الذي يتحدث عن معمل البتروكيماويات وتلميحه لوقوف إيران خلف نفوق الأسماك. هذه الكارثة عادت تدق أجراس الخطر على الثروة السمكية بعد تسجيل حالات نفوق جديدة بأحواض السنية طريق الشط بالقادسية، ومن قبلها حالات جديدة في عمرية الفلوجة. في هذا الفيديو تذكير بتفاصيل الأزمة وأسبابها وتداعياتها.
مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. لاحقا نلتقيكم على خير، في أمان الله.